نبارك للشعب المغربي وللمنتخب المغربي وصولهم الى نصف النهائي. انا عارف كثير بيقولوا يا وجيه انت حقت القلي، انت اخر مره شفت مباراه صحيح في عام 2012 مدري عام 2011 وشغلت امنا دحين بالكوره. معليش يا اخوان، هذه لحظات لا تتكرر بسهوله. كاس العالم بحد ذاته ما يتكرر الا كل كم سنه، فما بالكم ان الفريق اللي يكون متاهل لنصف النهائي فريق عربي. احضر من فوق خشمي، من فوق خشمي احضر. الف مبروك، الف الف مبروك لاخواننا في المغرب. والكاس ما هو صعب، الكاس ما هو صعب ابدا، ما في شيء مستحيل. قطعنا مشوار طويل وما عاد بقي حاجه، الباقي سهله الله ان شاء الله زي ما سهل الماضي. ويا هلا والله بالجميع، معاكم الوجيه، كيف حالكم يا جماعه؟ ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحه وعافيه. حياكم الله في فقره اخبار هذا الاسبوع، واللي نناقش فيها اخر اخبار السينما والتلفزيون واي شيء له علاقه في هذا العالم. وبرضه في نفس فقره الاخبار احيانا نعطيكم توصيات لافلام ومسلسلات جديده، وكمان احيانا نتطرق لبعض الاخبار من عالم الالعاب وعالم الانمي. فلذلك وعلشان ما اطول عليك لاني عارف ان وقتك ثمين، اشترك لي في القناه لو ما كنت مشترك، وفعل لي جرس التنبيهات على طريقك. لو اعجبك الفيديو زر اللايك، زر اللايك اللي انت مستهين فيه ذا ترى يعتبر دعم جدا كبير للقناة اذا اعجبك الفيديو. طبعا تعالوا تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي والديسكورد وتويتش، وقناة الالعاب برضو موجودة في صندوق الوصف، بنلعب احيانا ماينكرافت والعاب ثانية، وعندنا فعاليات ميمز وغيرها من الاشياء الترفيهية. غير كذا يلا بينا عزيزي الوجيه نخش على اخبار هذا الاسبوع. اول حاجه يا جماعه نبدا باحد اهم الاخبار لهذا الاسبوع، وهو انه تم الاعلان ورسميا عن عوده انمي ديمون سلاير او كيميتسو نو يايبا بموسمه الثالث بمشيئه الله بعد 4 شهور تقريبا من تاريخ هذا الفيديو، او بالتحديد علشان اكون اكثر دقه في شهر ابريل من السنه القادمه. غير كذا يا جماعه برضو راح يكون في فيلم لقاتل الشياطين او ديمون سلاير او كيميتسو. الفيلم يا جماعه يشاع انه راح يتم عرضه في 80 دوله، يا رب السعوديه واحده منها. والفيلم راح يتكون من آخر حلقتين من الموسم الأخير بالإضافة إلى الحلقة الأولى من الموسم الجديد واللي راح تكون مدتها ساعة. أنمي هذا شغالين عليه شغل بذمة وضمير يا ساتر. وفيلم دون الجزء الثاني يا جماعة ورسميا تم الانتهاء من تصويره أخيرا ولله الحمد. لكن انتهاء التصوير مش معناته انه خلاص جاهز للعرض يلا نزل سينما، لا احنا مش في اليوتيوب، لسه في شغل بعد التصوير وحرفوه شغل كثير. المهم يا جماعة انه التاريخ المتوقع لعرض الجزء الثاني من فيلم دون راح يكون في شهر نوفمبر من سنة 2023، يعني تقريبا بعد حوالي سنة من تاريخ هذا الفيديو. لا تشيل هم عزيزي الوجيه، تمر الأيام، الأيام تجري، الأيام تجري لا تحسبها. ومن الحين أقول لكم يا جماعة في فيلم بابلون للمخرج دامين شازيل من بطولة مارجو روبي ومن بطولة براد بيت وغيرهم من النجوم، إذا ركزوا معايا ركزوا معايا، إذا شفتوا مشهد مارجو روبي تبوس براد بيت ترى هذا المشهد من كيس مارجو روبي، المشهد هذا مش مكتوب، يعني ممكن المخرج يعجب فيه ويحطه ممكن ما نشوفه، ولكن في حال انكم شفتوا مارجو روبي تبوس براد بيت اعرفوا انه من كيسها. والله سالوها قالوا لها ليش يعني تبوسي خارج النص، تستهبل انت وجهك؟ قالت والله يا جماعه انا ما اتوقع انه راح تجيني فرصه ثانيه اني ابوس براد بيت فاستغليتها، ليش لا؟ قليله ادب. جدير بالذكر يا جماعه انه فيلم بابلون راح يتم اصداره في أقل من شهر بعد تاريخ نزول هذا الفيديو. وعلما يا جماعة إنه الفيلم هذا يشاع إنه راح يكون أحد أهم أفلام السنة واللي راح يكون له حضور جدا كبير في الأوسكار، فننتظر ونشوف. وفيلم بينوكيو يا جماعة اللي أنتجته نتفليكس واللي أخرجه جويل إيرمو ديل تورو صار متوفر للمشاهدة بجودات عالية على الإنترنت أو على منصة نتفليكس مباشرة. طبعا هذا الفيلم يا جماعة نسخة مختلفة تماما عن النسخة اللي أصدرتها ديزني لبينوكيو، فقد يكون في تشابه في الفكرة الأساسية، ولكن توظيف القصة في هذا الفيلم بالتحديد تم بشكل مختلف فضلا عن أنه تم إخراجه على طريقة الستوب موشن. حلو يا جماعة أنه الفيلم حصل على آراء وتقييمات إيجابية جدا جدا عالية، وتقييمه على موقع IMDb إلى هذه اللحظة هو 8/10، بل إنه بعض النقاد والمراجعين وصفوه بأنه هذا أفضل نسخة لبينوكيو عرفها التاريخ. تخيلوا، حطوه في الليستة يعني لا تنتظروا أي شيء ولا روحوا تابعوه الحين.
فيلم ذا فلاش يا جماعة اللي مر بمشاكل كثيرة وحوسة وطلعة ونزلة، قررت شركة وارنر برادرز يا جماعة انهم يقدموا موعد عرض الفيلم لمدة اسبوع، بحيث يتم عرضه قبل اسبوع من عرض فيلم انديانا جونز الجزء الخامس. سمارت سمارت، حركة جدا ذكية، خطوة بسيطة زي كذا تسحب الفيلم اسبوع بس ورا، غالبا راح تساهم في انقاذ فيلمك من خسارة ممكن تكون كبيرة. جمهور انديانا جونز جمهور كبير حول العالم، ما ننكرش هذا الشيء، فافضل شيء انك ما تنزل افلامك الحلوة معاه في ذيك الفترة. وفكرة انك تغير موعد عرضه وتنزله في وقت يكون الجمهور فيه قاعد يدور على خيارات كويسة في السينما، فكرة مرة ممتازة. جود جاب وارنر برادرز، جود جاب دي سي. عموما يا جماعة فيلم ذا فلاش راح نشوفه بمشيئة الله في صالات السينما بتاريخ 16 يونيو من سنة 2023. وجدير بالذكر يا جماعة انه في بعض المصادر تقول انه سوبرمان هنري كافيل راح يكون له ظهور بسيط في فيلم ذا فلاش، ما معناه يعني استعدادا لعودته الى عالم دي سي. وفي حال انك نسيت، برضو سوبرمان هنري كافيل كان له ظهور بسيط جدا في نهاية فيلم بلاك آدم. ورسميا يا جماعة تم البدء في تصوير الموسم رقم 14 من مسلسل الخيال العلمي الشهير دكتور هو. عاد المسلسل هذا يا جماعة له شعبية في أوروبا بشكل جدا مرعب، زي شعبية طاش مطاش عندنا زمان. الفرق بين طاش مطاش ودكتور هو انه طاش مطاش توقف ودكتور هو مازال مستمر. وجيمس كاميرون يا جماعة يقول انه ارسل سكريبت الجزء الرابع من سلسلة افلام افاتار لشركة الانتاج او الاستوديو. العادة لما ترسل انت ككاتب او كمخرج نصك للاستوديو او لشركة الانتاج، يقرأوا النص، يحطوا عليه ملاحظات، عدل هنا بدل هنا، ليش ما تحط هذا بدل هذا، وهنا بدل هنا، او الجزئية ذي يحذفها من ذا الكلام. ولكن العجيب يا جماعة انه جيمس كاميرون ايش قال؟ يقول ارسلت النص للاستوديو وقالوا له كلمة واحدة بس، انطلق، ما عندنا اي ملاحظات. دايم. وسبعة شهور يا جماعة تفصلنا عن فيلم أوبنهايمر للمخرج الكبير المعتق الرهيب الأسطورة كريستوفر نولان. كيف الأيام تمر يا جماعة؟ قبل كم يوم منزل لكم فيديو قاعد أقول لكم باقي له سنة، الحين صارت كم؟ ستة شهور ما أدري سبعة شهور. عموما أباكم كذا إيش تتخيلوا روعة المنظر، كريستوفر نولان، كيليان مورفي، وفيلم يتكلم عن القنبلة الذرية والقنبلة النووية، غير انه في اسماء ثانية كبيرة مرة كثير ما فيني حيل اذكرها كلها. مين ما يتحمس لهذا الفيلم؟ اتحمس، كله لازم، كله نفر لازم يتحمس لفيلم كريستوفر نولان أوبنهايمر. ها اوكي. والمغني الكندي ذا ويكند يا جماعة راح يغني أغنية فيلم أفاتار الجزء الثاني، أو أفاتار ذا واي أوف ووتر، اللي بالمناسبة باقي له أقل من 10 أيام ونشوفه في صالة صلاة السينما، نشوف صلاة السينما بعد أقل من 10 أيام. ورسميا أكد الممثل جاكي تشان أن العمل على الجزء الرابع من سلسلة الأفلام الشهيرة رش أور قيد الإنتاج أو قيد التطوير أو قيد العمل عليه. يعني جزء رابع من رش أور راح نشوفه يوما ما، ما فيها كلام، خلاص رسميا ده من بؤي جاكي تشان مباشرة. عاد متى؟ الله أعلم. أنا صراحة متخوف من حاجة واحدة، أنه جاكي تشان صار كبير والثاني ذاك ممكن برضو كبير شوية، فما أدري كيف بيكون الوضع صراحة. بس ليش لا، جزء رابع، جزء رابع، الناس كلها جالسة تحلب، احلب مع الحالبين يا حبيبي. وأما بالنسبة لعالم دي سي ومستقبل أفلام دي سي، الأسبوع الماضي يا جماعة حصلت أخبار مرة كثيرة تخص عالم دي سي. البعض شاف إنها أخبار ممتازة، والبعض شاف إنها أخبار تجيب المرض، واختلف الناس إيش في الحكم على هذه الأخبار. فأنا بلخص لكم الأخبار هذه وبجيب لكم المختصر الشديد وأهم الأخبار، مش كل الأخبار كمان. فيلم وندر وومن الجزء الثالث اتكنسل، شكرا يا رب شكرا. بلاك آدم الجزء الثاني غالبا راح يتكنسل، مش أكيد بس غالبا راح يتكنسل، هم قالوا كذا، يعني في احتمال كبير انه يتكنسل بس لسه مش أكيد. وغير كذا يا جماعة ما ننساش انه فيلم بلاك آدم فشل في شباك التذاكر بحد ممكن انه خسر يقولون 70 إلى 50 مليون دولار. وأما فيلم مان أوف ستيل الجزء الثاني اللي هو سوبرمان لهنري كافيل، إلى الآن ما في قرار واضح، يمكن ويمكن لا، يحصل ما بيحصلش، الله أعلم. بعض الأخبار زمان كانوا يقولوا أوكي خلاص رسميا وما رسميا، بس لا تتأكدوا من الأخبار إلا إذا طلعت من وارنر برادرز مباشرة أو من دي سي مباشرة، غير كذا فهي إيش؟ إشاعات وبعض المصادر الخارجية اللي تقعد تحوس بأم الدنيا. فممكن نشوف مان أوف ستيل الجزء الثاني وممكن لا، الله أعلم. فيلم أكوامان الجزء الثاني يب مؤكد وراح نشوفه بمشيئة الله. حلو. شوفوا يا جماعة دي سي للأمانة كل ما لهم يثبتون لنا إنهم متوجهين توجه جديد أكثر حزم وأكثر جدية،
اللعب اللي زمان خلاص بإذن الله أنه انتهى. ومع تعييم جيمس غان كمان مدير الاستوديوهات دي سي، أتمنى فعلا أننا نشوف مستقبل مشرق لدي سي، لأنه عالم عملاق يا أخي، ويستاهل شغل أكثر من كذا، ويستاهل اهتمام أكثر من كذا. وما زال الحديث مستمر يا جماعة مع مخرج فيلم أليتا الجزء الأول. مين فيلم أليتا اللي نزل سنة 2019؟ ياب واحد من أجمل أفلام 2019، وللأمانة الكل مدحه تقريبا. هي تخيلوا من يومها وإلى يومنا هذا ما زالت فكرة إنتاج جزء ثاني لهذا الفيلم مطروحة، بس ما تمت. يعني في أمل يسوونه، بس برضو ما في أمل في نفس الوقت. الأمر يعتمد على مين؟ الأمر يعتمد بشكل كبير على المخرج نفسه أكثر من أي شخص ثاني. مش على الكاتب، مش على السيناريو، مش على الممثلين، لا، على المخرج. إذا المخرج شد حيله بيتصير في جزء ثاني لأليتا. أصلا اللي تابع الجزء الأول يعرفون إنه نهاية الجزء من أليتا كان مرة نهاية مفتوحة، وتقول لنا إنه باقي أشياء كثيرة بنكتشفها. عاد ليش ما كملوا للحين؟ صراحة ما أعرف. أيا كان يا جماعة، أتمنى فعلا إنهم يكملوا، لأنه قصة عالم أليتا جدا جدا رهيبة، والعالم بشكل عام مرة رهيب. وأول صورة رسمية من فيلم جوكر الجزء الثاني تم نشرها قبل كم يوم، وتم تداولها بواسطة المغردين والمدونين وكل البشرية تقريبا اللي مهتمين في عالم السينما والتلفزيون. الجوكر الجزء الثاني يا جماعة راح يكون جزء منه موسيقي مثل ما انتم عارفين، يعني الشخصيات تغني في بعض المواقف أو بعض المشاهد، وراح تدور أحداث الجزء الثاني من فيلم جوكر في مصحة أركام النفسية. راح يظهر في هذا الجزء بالتحديد من فيلم جوكر شخصية هارلي كوين، واللي راح تقدمها ليدي غاغا. وعلشان أوريك قد إيش الحماس لفيلم الجوكر الجزء الثاني مرة مرة عالي، تخيلوا إنه الصورة البسيطة هذه اللي قاعدين تشوفوها الآن حصلت على أكثر من 500,000 لايك فقط على تويتر. انتظر لي بس التريلر وشوف كيف الدنيا بتتفجر فوق تحت. طبعا إذا أنت مصر يعني وتبغى تعرف متى بينزل فيلم جوكر الجزء الثاني، ما عندي مشكلة، هأخيب أمالك وأجيب لك إحباط. أحب أنكد عليك عزيزي الوجيه، أقول لك إنه في سنة 2024. يا المشوار، يا المشوار، معليه زي ما قلت لكم، الأيام تجري. وخبر شاطح وعلى السريع يا جماعة، لعبة إلدن رينج تفوز بلعبة السنة. طبيعي جدا. اللعبة أول ما نزلت أصلا تويتر إنستغرام يوتيوب العالم كله قاعد يصرخ ويغرد ويلطم ويلعب وينزل فيديوهات عن إلدن رينج. أنا شخصيا اللي مالي في ألعاب السولز، من كثر ما اللعبة مسوية ضجة رحت حملتها ولعبتها أيام كان عندي بلاي ستيشن ذيك الأيام، بعدين صرفت لأنه ضيع لي وقتي. عموما زي ما قلت لكم، ما هو جوي هذه الألعاب أو ألعاب السولز بشكل عام، ولكن للأمانة يا it was fun. هل تشوف إنها فعلا تستاهل لعبة السنة عزيزي الوجيه ولا لا؟ وختاما يا جماعة، جورج آر آر مارتن يعلنها ورسميا إنه باقي له حوالي 500 صفحة فقط، وينتهي من كتابة كتابه الشهير رياح الشتاء أو The Wind of Winter. يا جماعة الخير، بسم الله ما شاء الله، يا الله إنك لا تضر هذا الإنسان، عمره 74 سنة وما شاء الله تبارك الله جالس ينتج إنتاجية شخص كان عمره 25 سنة، ما شاء الله تبارك الله، مشرف على مسلسل وجالس يكتب كتاب وجالس يناقش مع الجمهور ويطلع مؤتمرات ومحافل. لو أزيدكم من الشعر بيت، يقول إنه يكتب بأصبع واحد كذا، يكتب بأصبع واحد على الكيبورد أو على الآلة الكاتبة وهو يكتب روايته. ما شاء الله، لو إنه يستخدم العشرة أصابع إيش بيسوي؟ كان يمدي كتب مكاتب ومؤلفات ومجلدات. يا ساتر، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. أتوقع هذا الفيديو أكثر فيديو أقول في ما شاء الله تبارك الله، علشان لو صار بكره شيف جورج آر مارتن ما تحطوها في ظهري. ما شاء الله تبارك الله. انا ادعو الله يا رب ان كان اعطيتني طولة العمر وصار عمري فوق 70 سنة، ما ابغى اكون اكثر من نشاط وصحة جورج آر مارتن، الا وزنه ما بصير زي وزنه، بس ابغى صحته ونشاطه بعد 70 سنة. ما شاء الله تبارك الله. عموما الخبر هذا بحد ذاته راح يفتح افاق جديدة لشغلات كثيرة، والجمهور جالس يصيح ويغطرف في تويتر وفي كل مكان. الله يعطيكم الصحة والعافية، إلى هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لا تدوروا أخبار هذه الفترة، لا تدوروا أخبار، ما في أخبار كثيرة. كأس العالم شايل أم الدنيا على ظهره ومغلق الليلة، حتى الشركات الإنتاج والشركات السينمائية مهدين اللعب لأنهم عارفين إنه مش موسمهم. الله يعطيكم الصحة والعافية يا جماعة، إلى هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا الاشتراك في القناة لو ما كنتم مشتركين، وتفعيل جرس التنبيهات والضغط على زر اللايك لو عجبكم الفيديو، نقطعوا زر اللايك. ما عجبكم الفيديو حطوا ديسلايك، اتس فاين. تعالوا تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي والديسكورد وتويتش، كلها موجودة في صندوق الوصف، وقناة الألعاب والميمز والفعاليات والفلة والاستهبال راح تلاقوها برضو في صندوق الوصف. كان معكم الوجيه، أشوفكم في الفيديو القادم.